النشرة الرياضية من قناة النادي الأهلي مع فيروز مكي. أهلا بكم في نشرة أخبار السادسة مساء من قناة النادي الأهلي وإلى العناوين. إشادة إعلامية واسعة بمشروع استاد الأهلي. الأهلي يتمسك بإشراف موظفي الشباب والرياضة بالقاهرة على الانتخابات. والفريق الأول يستأنف تدريباته استعدادا للداخلية. بكم مجددا وإلى التفاصيل. أشادت وسائل الإعلام الرياضية بالخطوة التي اتخذها مجلس إدارة النادي الأهلي في الفترة الحالية بشأن الإعلان عن مشروع استاد الأهلي والمنتظر الانتهاء منه خلال سنتين وفقا لتصريحات المهندس محمود طاهر رئيس النادي. وأبرز موقع اليوم السابع تصريحات طاهر والذي قال: سنقدم تحفة تليق بنادي القرن في أفريقيا. كما أضاف أن الحلم تحول إلى حقيقة في إشارة منه بأن حلم كل أهلاوي بوجود استاد يحمل اسم النادي تحقق وفي انتظار الانتهاء من تشييده. بينما تناول موقع فيتو تصريحات رئيس النادي والتي أكد فيها على أن مجلس الإدارة يسعى لإخراج استاد الأهلي في أبهى صورة، وفي جريدة التحرير كتبت: استاد الأهلي حلم رياضي اقتصادي يليق بنادي القرن. بينما قالت جريدة صوت الأمة بأنه في عهد طاهر حلم الاستاد سيتحقق خاصة بعدما طال انتظاره. كما كتب موقع كورة نقلا عن تصريحات محمود طاهر: جماهير الأهلي لن تقبل إلا بأن تكون رقم واحد في أفريقيا والشرق الأوسط. وأخيرا عنوان موقع يوروسبورت: الأهلي يحقق المشروع الحلم. أكد اللواء شيرين شمس المدير التنفيذي للنادي الأهلي أن النادي متمسك بحقه بإشراف مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة على الانتخابات وفقا لما جرى خلال جميع العمليات الانتخابية السابقة للنادي وعلى مدار تاريخه، خاصة وأن الأهلي جغرافيا يتبع مديرية الشباب بالقاهرة وليس الجيزة. وأضاف شمس أن التصريحات والتي أدلى بها ممدوح الششتاوي المدير التنفيذي للجنة الأولمبية والتي أكد خلالها على أن موظفي مديرية الشباب والرياضة بالجيزة سوف يشرفون على انتخابات الأهلي مرفوضة تماما. وأوضح المدير التنفيذي للأهلي أن تصريحات المدير التنفيذي للجنة الأولمبية تخالف جميع الأعراف، مؤكدا على أن مديرية الشباب بالقاهرة سبق وأرسلت للنادي الأهلي خطابين، الأول بتاريخ 2 أكتوبر الماضي تؤكد فيه على التنسيق مع اللجنة الأولمبية للإعلان عن الجمعية العمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد قبل نهاية نوفمبر الحالي. وخطابا آخر يوم 8 أكتوبر الماضي توصي فيه الأهلي بسرعة تحديد موعد إجراء الانتخابات مع تلافي يومي 24 و25 من نوفمبر
نذرا لانشغال موظفي مديرية الشباب بالقاهرة بالإشراف على انعقاد الجمعيات العمومية في هذين اليوميين. الجهاز الفني للأهلي بقيادة حسام البدري الاستعجال في الدفع بمروان محسن مهاجم الفريق رغم شفائه بشكل تام من الإصابة بعد إجرائه جراحة الرباط الصليبي مطلع العام الجاري. وينتظر حسام البدري المدير الفني للأهلي الدفع بالمهاجم الدولي في مباراة ودية قبل حسم موقفه من العودة للمشاركة في مباريات الفريق الأحمر الرسمية للإطمئنان على تعافيه بشكل تام. ويرغب بدري في تجهيز مروان محسن نظرا للحاجة الشديدة لخدماته لتدعيم خط الهجوم والذي يعاني من نقص حاد خاصة بعد رحيل عمرو جمال معار لبنفست الجنوب أفريقي. أكد طارق سليمان مدرب حراس مرمى النادي الأهلي على أن محمد الشناوي حارس مرمى الفريق كان نقطة تحول في مباراة الإسماعيلي. وقال سليمان أن تصدي الشناوي في منتصف الشوط الثاني يعد نقطة التحول الأبرز في المباراة، فهو نجح في منع هدف محقق لينجح فريقنا في إحراز هدفين بعد ذلك ليحصد 3 نقاط من المباراة. وأضاف سليمان رد فعل الشناوي كان جيدا للغاية، فتمركزه كان ممتاز ونجح في فرد جسمه بشكل مبهر فيما يشبه حركة الطاووس. تأكد غياب هشام محمد لاعب وسط الأهلي لمدة تتراوح من 4 ل 8 أسابيع عن تدريبات الأهلي الجماعية والمباريات بسبب إصابته والتي تعرض لها في مباراة الإسماعيلي والتي أقيمت الاثنين الماضي ضمن مؤجلات الجولة 4 للدوري. وأثبتت الفحوصات والتي أجراها اللاعب إصابته بتهتك في أربطة الكاحل ولن تسعفه الإصابة للعودة قبل 4 أسابيع لتدريبات الجماعية، بينما تحدد أيضا الأشعة التي يجريها هشام محمد بعد 4 أسابيع تجدد غيابه لشهر جديد من عدمه وفقا لالتئام الإصابة. كشف خالد محمود طبيب النادي الأهلي عن المدة والتي سيغيب فيها المدافع التونسي علي معلول عن الفريق، مشيرا إلى أنه يحتاج إلى 10 أيام للتعافي من إصابته بشد في العضلة الخلفية والتي لحقت به في مباراة الأهلي أمام النجم الساحلي. وتجددت الإصابة أيضا بعد مشاركته مع منتخب بلاده أمام ليبيا في تصفيات كأس العالم. كما أشار طبيب الأهلي إلى أن رامي ربيعة مدافع الفريق يحتاج إلى نفس المدة للعودة والانتظام في تدريبات الفريق، خاصة وأنه يعاني من الإصابة بآلام الحوض والتي لحقت به خلال مشاركته مع المنتخب الوطني أمام غانا في ختام التصفيات المؤهلة لمونديال روسيا 2018. استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي تدريباته اليوم الأربعاء استعدادا لمواجهة الداخلية في الدوري. وكان الفريق قد حصل على راحة من التدريبات أمس الثلاثاء عقب خوض لقاء الإسماعيلي قبل أن يعود اللاعبين للتدريبات اليوم استعدادا لمباراة الجمعة المقبل أمام الداخلية. للمزيد من التفاصيل حول تدريبات الأهلي اليوم ينضم إلينا الآن عبر الهاتف الزميل كريم أحمد مراسل قناة النادي الأهلي. كريم أهلا بك. اهلا بيك يا فيروز، تحياتي ليك وتحياتي لكل الساده المشاهدين. كريم احكي لنا عن كواليس تدريبات النهارده.
النهارده بالفعل التدريب كان عصرا الساعه 4 عصرا من الكابتن حسام البدري المدير الفني للنادي الاهلي، لكن سبق المران محاضره فنيه داخل غرف قلعه الملابس. اكيد كابتن حسام معروف عنه ان هو بيبقى فيه محاضرات متتاليه، سواء محاضرات تحفيزيه للاعبين او محاضرات فنيه. النهارده كانت محاضره فنيه فيها بعض مقاطع الفيديو طبعا كالعاده ليه فريق الداخليه. النادي الاهلي قدم مباريات رائعه خلال الايام الماضيه واخرها مباراه الاسماعيلي، الاداء والنتيجه كان على اعلى مستوى النادي الاهلي، فكان بيواصل بيتكلم معاهم كابتن حسام على مواصله الاداء والنتيجه والاستمرار في الفوز. الاداء طبعا كان رائع في المباراه الاخيره، وبيتمنى كابتن حسام ان الفوز مع الاداء هو اللي بيسعد كل جمهور النادي الاهلي. بدا المران كعادته ببعض الجري الخفيف حول الملعب وفقره بدنيه كعاده كابتن انيس الشعلالي مخطط الاحمال، لكن انفصل هنا اللاعبين اللي شاركوا بكل طبعا شاركوا بشكل كامل في المباراه الماضيه مباراه الاسماعيلي. كان ليهم بعض التدريبات الاستشفائيه، تدريبات خفيفه مع الكابتن طارق عبد العزيز والكابتن محمد ابو العيله اخصائي للتاهيل، خوفا طبعا من الاجهاد. المباريات متلاحمه زي ما انت عارفه يا فيروز، كل ثلاث ايام او كل اربع ايام من مباراه، فاي محاوله بتبقى موجوده من اللاعب اللي هو بيشارك بشكل كبير ان هو يبقى في فتره راحه بيحاول يعمله الجهاز الطبي والكابتن حسام البدري، وهي الراحه الوحيده اللي خدها النادي الاهلي امس وبيتدرب اليوم. اختتم الكابتن حسام البدري المدير الفني لفريق النادي الاهلي المران بشكل عام بتقسيمه في منتصف الملعب، كان فيها حماس كبير جدا، وده اللي معروف عن كل اللاعبين. كل اللعيبه اللي ما بتشاركش بتحاول ان هي تظهر بشكل جيد في التدريبات في التقسيمه، والتاكيد والتحذير الدائم من الكابتن حسام البدري بعدم الخشونه وعدم الدخول بكل قوه طبعا على الكوره خوفا من الاصابات. عندنا عدد من الاصابات كبير شويه، لكن اللي بطمنك عليه فيروز عوده محمد نجيب وحسين السيد للتدريبات الجماعيه، كانوا مصابين حسين وحسين السيد ومحمد نجيب. محمد نجيب كان عنده بعض الام في الحوض، حسين السيد عنده الخلفيه، لكن ظهروا النهارده بشكل رائع في المران وعندهم فرصه ان شاء الله يكونوا في قائمه فريق النادي الاهلي امام الداخليه. استمرار الغياب زي ما انت قلت طبعا هشام محمد اللي بنقول له طبعا الف سلامه وبنتمنى له الشفاء العاجل، عنده باد لك زي ما قلنا على باسم علي وعلى بعض اللعيبه عندهم باد لك في الاصابات، ان هو بيطلع من اصابه بيدخل في اصابه، لكن هشام ان شاء الله بنتمنى له كل التوفيق الفتره القادمه، بجانب رامي ربيعه اللي بيستمر طبعا التاهيل الخاص به من التهاب من الحوض التهاب الحوض. احمد حمدي الوحيد النهارده اللي اتدرب بمنفرد مع الكابتن طارق عبد العزيز في الملعب، علي معلول كان في الجيم ما ظهرش النهارده خارج على مستطيل الاخضر، هو الوحيد اللي كان بيتدرب منفرد احمد حمدي. الامور ماشيه بشكل طيب بالنسبه لفريق النادي الاهلي استعدادا لمواجهه الداخليه، وغدا ان شاء الله في الساعه 9:30 هيكون المران الاخير لفريق النادي الاهلي استعدادا طبعا للدخول في معسكر مغلق مباراه الاهلي والداخليه على استاد القاهره، ودي الاشياء اللي بتسعد اكيد الجهاز الفني والنادي الاهلي، عوده المباريات من جديد وعوده النادي الاهلي على ملعب استاد القاهره، وبتمنى تكون ان شاء الله بدايه خير لفريق النادي الاهلي وهي مباراه الاهلي والداخليه على استاد القاهره. اكيد كل التوفيق للفريق الاول. كريم احمد مراسل قناه النادي الاهلي، شكرا جزيلا ليك، كنت معايا عبر الهاتف. فاصل قصير ونعود لمتابعه اخبار منتخبنا الوطني. إلى أخبار اتحاد الكرة، حيث استقر مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة على تنظيم دورة ودية لمنتخبات شباب بالقاهرة في شهر مارس المقبل بناء على طلب الجهاز الفني لمنتخب الشباب بقيادة حمادة صدقي. واختار اتحاد الكرة إقامة الدورة في شهر مارس المقبل بالتزامن مع الأجندة الدولية للفيفا في الفترة من 19 وحتى 27 مارس، حيث تخوض المنتخبات المتأهلة لمونديال روسيا معسكرات تدريبية ومباريات ودية. ويستعد منتخب مصر للشباب مواليد 99 للتصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الأفريقية والتي تستضيفها النيجر بالعام 2019. Thank you.
اللقطة. استقر الأرجنتيني هكتور كوبر المدير الفني للمنتخب الوطني الأول على خوض معسكر أوروبي خلال فعاليات شهر مارس المقبل في إطار الاستعدادات لخوض نهائي كأس العالم والتي ستقام العام المقبل في روسيا. وتلقى المنتخب الوطني عرضا من إحدى الشركات التسويقية لمواجهة بولندا في شهر مارس المقبل، وهو العرض الذي قوبل من جانب كوبر بارتياح نتيجة قوة المنتخب البولندي وتقدمه في التصنيف الرسمي لمنتخبات العالم بين العشر الأوائل. أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف عن المواعيد الجديدة للجولات القادمة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس أمم أفريقيا في صيف 2019 والتي ستقام في الجابون، حيث تقرر أن تقام مباريات الجولة المؤجلة في نفس الموعد المحدد سلفا للجولة الثالثة في شهر سبتمبر القادم. التعادل الإيجابية بثلاثة أهداف لمثلها مباراة الرجاء ووادي دجلة ضمن مباريات الجولة العاشرة لبطولة الدوري الممتاز. وتقدم الرجاء بهدفين عبر نصر رمضان ومؤمن إبراهيم قبل أن يقلص وادي دجلة الفارق عن طريق أحمد الشناوي، لكن أحمد أوكا عاد التقدم مرة أخرى للرجاء ثم يسجل دجلة هدفه الثاني قبل أن يتعادل دجلة في الثواني الأخيرة عن طريق وتارا. وشهدت المباراة إصابة حكم المباراة محمود البنا والذي عانى من شد عضلي أبعده عن اللقاء، ليتولى الحكم الخامس محمد أبو خاطر مسؤولية إكمال المباراة. الألعاب الأخرى، حيث يعقد النادي الأهلي مؤتمرا صحفيا غدا الخميس في 8:01 ظهرا بقاعة فكري أباظة بمقر النادي بالجزيرة للإعلان عن توقيع بروتوكول تنظيم النادي لبطولتي كأس السوبر الأفريقي وكأس الكؤوس الأفريقية خلال شهر أبريل القادم. يحضر المؤتمر مسؤولون من الاتحاد الأفريقي وممدوح البلتاجي النائب الأول لرئيس الاتحاد الأفريقي وهشام نصر رئيس الاتحاد المصري، إلى جانب حضور اللواء شيرين شمس المدير التنفيذي للنادي والكابتن عاصم السعدني مدير النشاط الرياضي. وكان النادي الأهلي قدم مقترحا للاتحاد الأفريقي ليتم تدشين جائزة باسم الراحل جمال شمس أسطورة كرة اليد المصرية بداية من بطولة كأس الكؤوس. قصة
قصيرة نعود إلى جولة في الملاعب العالمية. I should have known it from the start. You traveled
وإلى جولة في الملاعب العالمية، حيث تختتم اليوم مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا، حيث يستضيف يوفنتوس الإيطالي برشلونة الأسباني حاملا الأمال الثأر من هزيمته في مباراة الذهاب بالكامب نو بثلاثية نظيفة، بينما يحل تشيلسي الإنجليزي ضيفا على كارفاغ أقدام الأذربيجاني، ويسعى تشيلسي للفوز وحصد 3 نقاط ليحتل صدارة المجموعة ويتفوق على روما، والذي يواجه أتلتيكو مدريد في مباراة صعبة على ملعب واندا متروبوليتانو بالعاصمة الأسبانية مدريد. ويلتقي مانشستر يونايتد الإنجليزي مضيفه بازل السويسري، بينما يحل بنفيكا البرتغالي ضيفا على سيسكا موسكو الروسي. وعلى ملعب حديقة الأمراء في باريس يستضيف باريس سان جيرمان فريق سلتيك الإسكتلندي، بينما يواجه بايرن ميونخ الألماني أندرلخت البلجيكي. ويحل سبورتينغ لشبونة البرتغالي ضيفا على أولمبياكوس اليوناني. Introducing Tiger. He's strong. He's elegant. Sometimes. And his dream is to be the first footballer in space. الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا أن الأرجنتيني دييغو أرماندو مارادونا سيشارك في حفل سحب قرعة كأس العالم والمقرر إقامته في 1 ديسمبر بقصر الكرملين بروسيا. ويعامل مارادونا في سحب القرعة كل من الفرنسي لوران بلان والإنجليزي جوردون بانكس والبرازيلي كافو والإيطالي فابيو كانافارو والأسباني كارلوس بويول. كما يشارك في المراسم الأورغواياني دييغو فورلا والروسي نيكيتا سيمونيان صاحب 91 عام. كان فيفا قد أعلن من قبل أن الألماني ميروسولاف كلوزا سيقوم بتقديم كأس العالم خلال الحفل، كما سيقوم مهاجم المنتخب الإنجليزي السابق جاري لينكر والصحفية الرياضية الروسية ماريا كوماندينديا بتقديم الحفل. متابعة أخبار الأهلي في الصحف والمواقع الإلكترونية، والبداية من المصري اليوم. الأهلي يتمسك بإشراف موظفي شباب القاهرة على الانتخابات. ومن العوبة نيوز، الأهلي يستأنف تدريباته استعدادا للداخلية. أما من نبيتو فالبدري ينتظر تقرير طبيب الأهلي لحسم عودة نجيب أمام الداخلية. ومن الفجر هاوس، ملعب الأهلي سيرى النور خلال 3 سنوات. أما من الأسبوع فمحمود طاهر، حلم استاد الأهلي يتحقق. ومن التحرير، استاد الأهلي حلم رياضي اقتصادي يليق بنادي القرن. من الاهلي دوت كوم، الشناوي الافضل في مواجهه الاسماعيلي والجمهوري يفاجئ باكماني في التقييم. ومن يورو سبورت عربيه، سياسه الدور والحاجه الفنيه وحلول اخرى يلجا لها البدري لعلاج ازمه الرباعي الاجنبي. الى هنا تنتهي نشره اخبار السادسه مساء من قناه النادي الاهلي، دمتم في امان الله.